ما هو المكون الأساسي في صناعة الإقط؟ القشط، السمن، الحليب. الإقط، عرفت الإقط؟ الإيش؟ الإقط، الإقط. والله ما أعرف. يسمونه مضير يا ابن حلال، ذا اللي يسوونه، ذا أبو بصمة، يبيعونه أبيض. يا أخي يسوونه كبار السن يا أخي. ياكلون، يصنعون من الحليب يا ابن حلال. قش من وش؟ الحليب. أكيد. إيه. شوف اللي جاي ها يا جماعة. إجابات صحيحة. تحدي فوق الحماسة للصبر. محمد. زود ما أنت زعلان وأنا مساعد كسمة، ما تعرف لقط، ما تعرف مضير. وش تسمونه أنت؟ والله ما أعرف. أنت من وين أنت؟ من القصيم. يا محمد يرحم والديك من القصيم. بسكوت ابيض طقينه بصمه. شو اسمه؟ اخي ايش الرامل؟ يا اخي بسكوت ابيض يا اخي يبيعون يسوون العجز. ما ادري يا اخي بس ترى يخلص الرصيد. يلا يا رقم ما يخلص رصيد يا جماعه، يلا عطنا الرقم. وش اول رقم؟ ها؟ اول رقم 5. حول. اسمع ثاني رقم 9، يلا ها يا محمد بسرعه. 5 9 1 4. 5 9 1. لا سكر لا حق على رصيدك. سكر يا حبيبي سكر. الله يعطيك العافية، شكرا لك يا محمد، يعطيك العافية. والله غريب انك ما تعرف لقط صراحة. أمهاتنا أكيد اللي يعرفونه ما شاء الله، علموا عيالكم وروهم، خلهم ياكلون شيء زين بدال هالوجبات والأشياء المضرة. كلهم سمان عن شوف اللي يتكلم الحين يقول لك نحيف الحين. متصل جديد. يا هلا والله وغلا رفعه. الو رفعه، جماعه فصل الرصيد معها. رفعه تسمعينا؟ شكله فصل معها. متصل جديد. يا هلا والله وغلا اشواق. الو. يا هلا والله اشواق، شلونك؟ طيب. اشواق من وين؟ القريات. من القريات، تعرفين القشط؟ وش قشطه؟ لقط. ايه. تعرفين لقط؟ لا. مضير. جميل. طيب يا جماعه امهاتنا الله يرحم والديكم بدل هالوجبات، علموهم شيء مفيد، شيء كويس. شبكه المجد، القنوات الامنه للاسره.